ما زالت هذه الجولة الإخبارية تقدم إلى حضراتكم من الفضائية التشادية. وفي الصفحة السياسية، شارك مؤخرا مناضلي ومناضلات الحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم جيرا في حفل الدخول السياسي للحركة، وذلك بحضور حاكم الإقليم محمد علي حسب الله وعدد من أتباع الحزب سعيد أحمد. والتفاصيل. أقاليم البلاد هذه الأيام احتفالات الدخول السياسي للحركة الوطنية للإنقاذ، وكغيرهم من باقي الأقاليم نظم مناضلي ومناضلات المكتب الإقليمي بجيرا للحزب الحركة الوطنية للإنقاذ حفلا بهذه المناسبة. عدة كلمات ألقيت تضمنت إنجازات الرئيس المؤسس لهذا الحزب رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. أما محمد جمعة أبكر بصفته الأمين العام الإقليمي بجيرا قدم ملخصا عن اللقاء الذي جمع الأمناء العامون ل23 إقليما مع رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الشهر الماضي. كل المكاتب على الحركة الوطنية للإنقاذ في لينجيرا واجب تتعاون تعاون كامل مع الإدارة، تتعاون تعاون كامل مع ناس الأمن. واختتمت المناسبة بوضع حجر الأساس للمكتب الإقليمي بجيرا على نفقة المناضل محمد جبريل الذي تعهد بإكمال المبنى خلال الستة أشهر القادمة. ولاقت هذه البشرى فرحة لا توصف من قبل مناضلي ومناضلات حزب الحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم جيرا. تجول الأمين الإقليمي للحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم والداي عباس عبد الكريم بدر برفقة عدد من أعضاء المجلس الوطني والبلدي للحزب في بعض من دوائر مدينة أبشة، حاملا معه رسالة رئيس الجمهورية المتمثلة في شكره وعرفانه لأهالي الإقليم على وقوفهم الدائم إلى جانب مؤسس الحركة. محمود موسى الفيل يحدثنا عن المزيد. في إطار الأنشطة التي يقوم بها الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم والداي عباس عبد الكريم بدر، قام هذه المرة بجولة شملت عدد من دوائر مدينة أبشة، وتهدف الجولة إلى تقديم شكر الرئيس المؤسس للحركة الوطنية للإنقاذ إدريس ديبي إتنو في كل من الدائرة الثانية والرابعة والسادسة. عدة كلمات تخلت المناسبة، أولاها كلمة الترحيب والتي قدمها كل من أحمد صالح ومحمد أبشعير اللذان قدما شكرهما لجميع مناضلي ومناضلات الحزب على تلبيتهم الدعوة بهذه المناسبة. أعقبهما في الحديث الأمين التنفيذي للمجلس البلدي للحزب بمدينة أبشة بشير محمد علي معروف، خلال كلمته حث جميع المناضلين والمناضلات على الوقوف دائما خلف رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الرئيس المؤسس للحزب لتحقيق الأهداف المنشودة. أما الكلمة الختامية فكانت للأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم والداي الذي تطرق فيها إلى الهدف الأساسي من هذه الجولة. شلنا لبريزيدان الندور يسيرين واضح ونعرف أوعدني تمام ندور من بكان ده كل ديبارتما هنا ورا يقول ورا رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. هذا وفي نهاية المناسبة وزعت شهادات تقديرية لعدد من أعضاء الحزب الذين قدموا كل غالي ونفيس لتقدم الحزب وتطوره من أجل تحقيق أهدافه المنشودة في الإقليم. وفي ذات السياق، أطلق مؤخرا مكتب المساندة المدعو الرؤية الجديدة للشباب الديمقراطي بإقليم لوغون الشرقي، أطلق أنشطته السياسية الهادفة إلى دعم سياسة الرفيق المؤسس للحركة الوطنية للإنقاذ. تقرير عائشة أحمد دوجي. مختلف مكاتب المساندة لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ داخل قطر البلاد باتت تشهد تفعيلا لأنشطتها السياسية، فكانت هذه المرة بإقليم لوغون الشرقي، حيث أطلق مكتب المساندة الرؤية الجديدة للشباب الديمقراطي أنشطته الثقافية والرياضية والقافلة التوعوية لمساندة سياسات رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. وبعد كلمة اللجنة المنظمة للحفل، تحدث رئيس مكتب المساندة باري أنديجي أونيري بأن الهدف من هذه التظاهرة هو دعم سياسة الرئيس إدريس ديبي إتنو في مجال التطوير وترقية الشباب وإدماجهم في عملية التنمية المستدامة، كما دعا شباب الإقليم لتنظيم لقاءات تنويرية والتصدي لدعاة التخريب الذين ليست لهم أفكار تخدم مصالح الشباب سوى تلبية رغباتهم. الأمين العام للمجلس الإقليمي لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم لوغون الشرقي أمباي نانيم أشار إلى أن الشباب في قلب سياسة الرئيس المؤسس للحركة من أجل ازدهار البلاد بسواعد الشباب، وأثناء ذلك فقد أبدى شباب الإقليم استعدادهم لرفع العقبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية
لتحقيق الفوز في الانتخابات القادمة. وختمت المناسبة بمباراة ودية بين فريق دوبا وفريق مندو، حيث انتهت بفوز فريق دوبا على ضيفه فريق مندو بهدفين لواحد. ونبقى في الصفحة السياسية، حيث نصب مؤخرا أعضاء المكتب الاستشاري لبلدية الدائرة الأولى، وذلك برئاسة الأمين التنفيذي لمجالس البلديات، وسط حضور عدد كبير من أتباع الحركة الوطنية للإنقاذ. عبد الله هارون. جاء الاحتفال الرسمي لتنصيب أعضاء المكتب الاستشاري لبلدية الدائرة الأولى وسط حشد كبير من مناضلي ومناضلات حزب الحركة الوطنية للإنقاذ والأحزاب المتحالفة. بدأ الاحتفال بإقراءة القرار الذي يحمل 38 القاضي بتعيين أعضاء المكتب الاستشاري للبلدية البالغ عددهم 22 عضوا بقيادة جبريل محمد عبد الكريم، ينوب عنه بحر الدين برغو. أنا والفوالية ناس الجداد نسبتونا نقول إن شاء الله شغل نسبتونا الحركة الوطنية لإنقاذ دورة من المدوبة كان. في كلمته الأمين التنفيذي لمجالس البلدية لمدينة جمينة أبا جدة ممار، حن أعضاء المكتب الجديد وناشدهم بربط الحزام من أجل نجاح سياسة الحزب. تعاونهم القادم خطهم ده تعاونهم ونخدم عنينا كله نعاون نفسنا ونكاتفوا عن باقي اللي انتم ممكن تغيرون. عقب ذلك تداخلت الشخصيات الاعتبارية في الحزب بكلمات شكر وعرفان لأعضاء المكتب الجديد بالبلدية، مؤكدين دعمهم ومساندتهم التامة من أجل رفع راية الحزب وتحقيق جميع الإنجازات السياسية في الأعوام القادمة. وإليكم قراءة هذه البرقية. يتقدم الأمين العام الإقليمي للحركة الوطنية للإنقاذ ومناضلي الحركة بإقليم والداي يتقدمون بالشكر الجزيل لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، الرئيس الدوري للمجموعة الاقتصادية والنقدية لإفريقيا المركزية السيماك، بتعيينه لابنتي الإقليم مهدية عثمان عيثة وفاطمة حرم محمد أصيل لتولي مناصب في مجموعة السمك. وقع على البيان عباس عبد الكريم بدر.